أهلا وسهلا فيكم وكل من يتابعنا في هذه اللحظات. قاعدين نشوف في هذه الفترة يعني حركة سياحية وترفيهية نشطة في الرياض، فتحولت منطقة بوليفارد رياض سيتي إلى وجهة مستدامة للزوار والسياح من الداخل والخليج والعالم، واللي توافدوا عليها للتمتع بمناطقها التسعة المختلفة، كونها تلبي كافة الخيارات الترفيهية والسياحية لمختلف الأذواق والشرائح العمرية، ولعشاق السيارات وهواة المحركات يعني لاقوا متعتهم للأمانة في معرض الرياض للسيارات، واللي هو أكبر حدث من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. أما البسمة والفرح والمغامرات فيعني عندنا طبعا بدون شك وينترلاند، اللي تضم 6 مناطق ترفيهية وأكبر لعبة متنقلة في العالم. وللاطلاع على العروض أتاحت روح السعودية فرصة الاختيار بينها من خلال صفحة تقويم الفعاليات والمواسم الظاهرة على الشاشة. ويمكن هذه الأجواء الفرح اللي نشوفها في مدينة الرياض يوميا نشوفها ومبسوطين فيها، وروح جميلة من روح السعودية اللي تغيرت بشكل كبير.